كما أجرت موفدة التلفزيون المصري إلهام نمر لقاء مع رئيسة منظمة الروتري الدولية جينيفر جونز، والتي أكدت أن أهمية قمة المناخ في شرم الشيخ تكمن في كونها هامة لزيادة الوعي الخاص بالتغير المناخي. نتابع. يشرفنا أن نلتقي والسيدة جينيفر جونز رئيسة روتري الدولية. مرحبا بك في التلفزيون المصري. شكرا جزيلا. السيدة جينيفر جونز، أنت رئيسة روتري الدولية وأنت أول سيدة يتم انتخابها كرئيسة لهذه المنظمة الغير حكومية الدولية، وأنت تشارك اليوم في كوب 27 ممثلة لروتري الدولية. أولا، ما هي القضايا الأساسية التي يهتم بها روتري الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي؟ نحن مهتمين بالبيئة، نعتبرها أولوية لنا، ولدينا عدد كبير ملايين من البشر في كل أنحاء العالم، ولدينا فرصة من خلال الفاعلين أن يكون لدينا جهود فردية لتقليل التغير المناخي وأن نتعامل مع القضايا البيئية. وهذه هنا تكمن قوة الفرد الواحد في أن يحدث اختلافا ويحدث فرقا فيما يتعلق بقضايا البيئة، وكذلك استعادة المناطق المختلفة التي تم التأثير عليها في غابات المانغروف. وإذن هناك تعاون من جميع من مصر والبهاماز والهند. هؤلاء الأفراد هم الفاعلين والذين يمكن أن يحدثوا فرقاً. السيدة جينيفر جونز، هل تعتقد في أن البشر مدركين لمفهوم التنمية المستدامة؟ أعتقد أن هذه الفعاليات مثل الكوب مهمة جدا لزيادة الوعي الخاص بالبشر، حيث أننا نتحدث عن تغير المناخي ونحتاج أن نفهم أن العالم يتغير، ويجب أن يفهم ذلك الحكومات والمجتمع المدني، ونحتاج أن نكون جزء من هذا الحوار، ويجب أن يكون لدينا أولوية قصوى، ليس لدينا خطة بديلة، لدينا خطة واحدة فقط ونحتاج أن نتعامل معها. التمويل هو يكمن في قلب الحل. كيف تمولون مشروعاتكم؟ بالنسبة لنا، نحن نتلقى تبرعات من المنظمات ومن الأعضاء، وهناك مئات من الملايين من الدولارات نقوم بردها مرة أخرى إلى مجتمعاتنا. هناك مشاريع خاصة بإعادة إحياء وبناء الغابات، وهناك أيضا مشاريع الغابات. كوب 27 يسمى كوب أفريقيا. هل أنت مهتمة بإفريقيا وبالتنمية في قارة أفريقيا؟ لدينا دول أعضاء في كل أنحاء العالم، ولدينا نشاطات في كل أنحاء القارة الإفريقية، ونتحدث مع أعضائنا ونسألهم دائما ما الذي تحتاجونه، ونحن نطلب منهم ما يحتاجونه. والبيئة بالطبع هي شيء يتم مناقشته بشكل متكرر، وهناك حاجات حقيقية يجب الاعتناء بها وهي خاصة بالبيئة. أعلم في كينيا حين كنت هناك، هناك حالات بيئية سيئة جدا، هناك أطنان وأطنان من البلاستيك موجودة في الممرات المائية، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للكوكب، ليس مرتبط فقط بمنطقة واحدة، هذا أمر يعني كل الأقاليم. كيف تعتبر أن التعاون المتعدد الأطراف مهم؟ أحد أهم جوانب القوة بالنسبة لنا هو أن أعضاؤنا هم قادة مجتمع، وبالتالي يملكون شركات، وهم قادة شركات ورؤساء في كل أنحاء العالم. وهدف منظمتنا أن يكون هؤلاء الأفراد قادرين على تحمل مسؤوليتهم ويقوموا بدورهم كمجتمع مدني، لكي نتأكد من كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتأكد أن العمل المناخي له أولوية قصوى. كما قلت من قبل، فأنت أول سيدة تتقلد منصب رئيس روتري الدولية. كيف يمكن أن تري دور المرأة لتحقيق أو لإنقاذ كوكبنا؟ تعلمين أن أحد الأشياء الخاصة
بينها هو أن هذه ليس منحة أن أكون رئيسة منظمة، ولكن هذا يعطيني مساحة أن أكون أتمتع بقوة كبيرة وأن أتعامل مع الهيئات والشركات، وأستطيع أن أجذب جميع الأصوات على الطاولة من كل الثقافات ومن كل الأعمار، وكيف ننظر للأشياء ويكون لدينا رؤية عامة ورؤية شاملة في مواجهة التحديات التي نواجهها. ويمكن أن ننظر إلى المرأة، أو لا يمكن أن ننظر إلى العلماء أو إلى رجال الأعمال فقط، يجب أن يتم النظر من خلال مناظير عامة وشاملة، وهذا يعطينا القوة. هناك فجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، هل من السهل أن نقلل هذه الفجوة؟ فيما يتعلق بمنظمتنا، وأحد الأشياء الإيجابية الموجودة حاليا في أننا موجودين في أكثر من 100 دولة هو أنه إذا حدث شيء ما في دولة ويؤثر فإنه يمسنا نحن أيضا. إذا ما كانت هناك أزمة من صنع البشر أو أزمة طبيعية، إذا قلنا مثلا الحرب في أوكرانيا، فهذا يمسني لأنني لدي أعضاء في هذه البلاد، وإذا ما حدثت فيضانات في باكستان، أنا كنت هناك قبل الفيضانات بأسبوعين. هذه أشياء حقيقية بالنسبة لنا، هذه ليست أشياء نشاهدها فقط على شاشات التلفاز في الأخبار، لذا فإننا نبحث عن الحلول أيضا. وأخيرا، ما هي توقعاتك من كوب 27؟ ما هي توقعاتك من كوب 27؟ فيما يتعلق بالتوقعات، أعتقد أنه أصبح من الواضح في الجلسة الافتتاحية أن هناك اهتمام بالعمل وبالتنفيذ. نحتاج أن نتأكد أننا نتبع الخطوط الرئيسية الموجودة لدينا، وكل مواطن في العالم بغض النظر عن المنظمة التي ينتمي إليها أو الحكومة التي ينتمي إليها، نحتاج أن نتحد. والرسالة اليوم هي أن نحافظ على وضعنا ونحافظ على طعامنا وغذائنا، وأن نركز على خططنا. شكرا جزيلا سيدة جينيفر جونز رئيسة روتري الدولية، شكرا جزيلا.